قدم ظهر اليوم أمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين بمكتبه حصيلة زيارة العمل التي قام بها مؤخرا إلى تونس العاصمة، حيث التقى خلال هذه الزيارة بالرئيس التونسي وشارك في مؤتمر وزراء التعليم العالي الأفارقة. نتابع جزء من حديثه في ميكروفون الزميل محمد عثمان بشير. قمنا بزيارة للجمهورية التونسية في الفترة من 20 إلى حوالي 26 أغسطس، فشاركنا في مؤتمر تونس أفريقيا الذي نظمته مؤسسة تي بي سي، وهي مؤسسة تتعلق بتفعيل التعاون مع أفريقيا. وصراحة لاحظنا أن هناك توجه كبير للانفتاح من قبل تونس إلى الدول في أفريقيا جنوب الصحراء، وهذه المشاركة يعني استطعنا من خلالها أن نلتقي بنظيرنا سيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تونس، وقمنا بتوقيع اتفاقية. هذه الاتفاقية التعاون بين وزارة التعليم العالي في تونس ووزارة التعليم العالي في جمهورية تشاد تسمح هذه الاتفاقية بزيادة المنح بين في المخصصة للطلاب التشاديين، وكذلك خصوصا في المجالات العلمية المختلفة. أيضا من الأشياء المهمة اتفقنا على أن تساهم الحكومة التونسية بإرسال أساتذة أطباء للتدريس في كلية الطب بجامعة نجمينة، وهذا يسمح للطلاب باللغتين العربية والفرنسية للالتحاق بكلية الطب للتخصص. الزيارة حققت الكثير من النتائج، والتقينا أيضا بفخامة الرئيس التونسي. زيارة الطلبة التشادين في تونس في مسكنهم، واستمعت إلى القضايا التي يواجهها الطلاب، وشجعنا الطلاب على الاهتمام بالتحصيل الأكاديمي وتمثيل البلاد خير تمثيل. هذه الزيارة تمثل يعني صراحة خطوة كبيرة لتفعيل التعاون بيننا وبين أشقائنا في الجمهورية التونسية. نظمت اليوم صداقة خريجي مدارس المالية العامة الفرنسية ورشة تدريبية للمترشحين في مسابقة دخول المدارس الفرنسية المتخصصة في المالية العامة والإيرادات. المناسبة حضرها المدير العام للضرائب وخبيرين فرنسيين، وذلك بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية. هارون أبا آدم. إن الإدارة النزيهة والشفافة للموارد المالية لا تتم إلا بكفاءات فنية مؤهلة ومزودة بخبرات تقنية، وفي هذا الإطار نظمت صداقة خريجي المدارس الفرنسية المتخصصة في المالية العامة والإيرادات هذه الورشة التدريبية لتأهيل وتكوين المترشحين في مسابقة الالتحاق بالمدارس الفرنسية للمالية العامة. وقد أكد الخبيران الدوليان أن هذه الورشة تسمح للمشاركين بتلقي مهارات في اللغة الفرنسية تمكنهم من تحرير وصياغة المواضيع بالصورة المطلوبة، وأن هذه الورشة جاءت بمبادرة من السفارة الفرنسية لدى تشاد في إطار التعاون القائم بين فرنسا وتشاد، وأن هذه المسابقة الدولية تشمل فضاء الفرنكفونية، لذا يجب على المشاركين الاهتمام بمحاور الورشة ومتابعة المحاضرات وجلسات العمل عن كثب للاستفادة القصوى وتحقيق النجاح في المعاينات والحصول على منح المدارس والمؤسسات الأكاديمية الفرنسية الخاصة بالمالية العامة. المدير العام للضرائب جسرا أنغرتيغال سانغار قال إن هذه الورشة لها اعتبار خاص فيما يتعلق بتبادل الاستراتيجيات لتكوين الموارد البشرية من أجل تعبئة الموارد المالية بشكل يتوافق مع نظام الحوكمة والتسيير الشفاف، وتفاءل بأن يستفيد المشاركين من الورشة ليصبحوا خبراء في مجالات المالية والإيرادات المختلفة. أما رئيسة صداقة خريجي المدارس الفرنسية للمالية العامة فأكدت أن صداقة ألارف تهدف إلى مهنية المجال المالي، وأن هذه الورشة ستركز حول نظام الضرائب وإدارة الخزينة العامة والنظام الجمركي، وأن هذه المعلومات التي ينتظر أن يتحصل عليها المشاركين ستساعدهم في الرد على أسئلة مسابقة الدخول في مدارس المالية الفرنسية.